إذا رأيت هذه الحيوانات اهرب بسرعة واطلب المساعدة. هناك أنواع كثيرة مختلفة من الحيوانات في العالم، ولهذا لا أحد يعلم العدد الدقيق للفصائل الحيوانية الموجودة. وعلى الرغم من أن بعض هذه الحيوانات جميلة المظهر وبعضها الآخر قبيح، لا تدع المظاهر تخدعك، فقد تكون الحيوانات القبيحة غير مضرة، أما الحيوانات جميلة المظهر فقد تكون مميتة. على سبيل المثال، هذه اليرقة تبدو كشعر مستعار ممي عن طريق الخطأ. هي ليست كبيرة كثيرة، ولكنها كثيفة الشعر، الأمر الذي سيجعلك تعتقد أن ملمسها طري، لكن لا تنخدع بمظهرها، فإذا لمستها سيخترق شعرها جلدك ويلدقك، وستشعر حينها بألم يفوق الخيال بحسب شهادات البعض. لهذا من الأفضل لك أن تبتعد عن هذه اليرقة قدر المستطاع. أما إذا تعرضت للندخ، ينصح الأطباء بغسل المنطقة المصابة بالماء والصابون مع توخي الحذر من الضغط على مكان الإصابة لئلا ينتشر السم بشكل أسرع. بعد أن تغسل مكان الإصابة، ضع بعد الثلج لتخفيف الألم، وإذا لم يتوقف الألم بعد مرور 30 دقيقة، توجه حالا إلى المستشفى. نحن نعتقد أن اليرقات من هذا النوع مقرفة ولا نود لمسها، ونأمل أن تعتبرها كذلك أنت أيضا. سنخبرك الآن عن 12 حيوانا عليك الهروب من طريقها بسرعة إذا حصل وواجهتها في البرية. رقم 12، مطارد الموت. كما يوحي الاسم، هذا أشد أنواع العقارب فتكا. للتوضيح أكثر، مطارد الموت مسؤول عن 75% من ضحايا العقارب كافة. عادة لا يتسبب هذا بقتل البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة، غير أنهم سيشعرون بألم فظيع، ولكنه يؤدي إلى مقتل الأطفال بسهولة. فعند التعرض للدغة هذا العقرب، سيصاب هؤلاء بالحمى ثم بالإغماء، وأخيرا سيتوقفون عن التنفس جراء امتلاء الرئتين بالسوائل. إن كنت لا تعتبر هذا العقرب سيئا للغاية بعد، تفقد التالي: يمكنه أن يتبع سلوك أكلة لحوم البشر إن لم يجد ما يأكله، ويمكنه اتهام الأفاعي إذا استطاع قتله. الطريقة الوحيدة للنجاة من لدغة هذا العقرب هي التوجه فورا إلى المستشفى. أليس هذا مضحكا؟ رقم 11، أفعى السجادة. إنها بطلتنا التالية. هي أفعى السجادة التي تعتبر أكثر الأفاعي فتكا، لأنها تقتل أكبر عدد من الأشخاص سنويا، وتؤدي إلى الوفاة بطريقة غريبة وفظيعة. وهذا ناجم عن ضخ نوع من السم القاتل في دم الضحية، ما يمنعه من التخثر ويجعل الضحية تنزف حتى الموت. رقم 10، الحلزون المخروطي. هذا النوع من الحلزونات خطير جدا، لدرجة أن قطرة واحدة من سمه كافية لخطف 20 روحا. وأسوأ ما في الأمر أنه لا يوجد علاج أو مضاد لسمه، إلا دغك تموت مهما فعلت. كما يطلق على هذا الحلزون أيضا اسم حلزون السيجارة، ذلك لأن سمه سيقتلك بالوقت اللازم لتدخينك سيجارة واحدة على أمل ألا تكون مدخنا، كي يتسنى لك أن تمارس نشاطا أكثر أهمية. رقم 9، سمكة الحجر. هذا الحيوان يبدو كالحجرة، وستدرك هذا بمجرد إلقاء نظرة عليه. فهناك أمران عليك معرفتهما عن هذه السمكة. أولا، إن اعتقدت أنها صخرة ودست عليها، فستسممك أشواكها وسوف تفقد قدمك بأفضل الأحوال. هذه السمكة اقتصادية جدا، حيث أنها تضخ كمية من السم تتناسب مع الوزن الضاغط عليها. الأمر الثاني، يلزم هذه السمكة 0.15 ثانية فقط لإبداء رد فعل تجاه الحركة المحيطة بها، حركة سمكة أخرى أو ساق أحدهم، فتقوم بهذه المدة القصيرة بفتح فمها وعض الجسم المتحرك بجانبها، الأمر الذي يجعل خسارة ساقك حادثا قابلا للوقوع. انتبه لتحركاتك وأنت في المحيط. رقم 8، نحل العسل الإفريقي. هذا النوع من النحل مختلف عن غيره من الأنواع، حيث أنه في الواقع نتاج تجربة علمية.
ففي محاولته إنتاج نسل جديد من النحل أطلقها رجل برازيلي في الطبيعة عن طريق الخطأ. ونجد هذا النحل أكثر عدائية من النوع العادي، ربما لأنه يعلم بأنه معدن جينيا، كما يمكنه مطاردة ضحيته لمسافات طويلة جدا. سمه ليس أقوى من سم النوع العادي الأكثر لطفا من النحل، وبالرغم من ذلك عليك زيارة الطبيب إن تعرضت للسعات عدد كبير منه. رقم 7، العنكبوت البرازيلي المتجول. هل تعلم لماذا يسمى أكثر العناكب سمية في العالم بالعنكبوت المتجول؟ السبب في ذلك أنه وبعكس العناكب الأخرى يتواجد هذا العنكبوت في مناطق مكتظة بالسكان وفي أوقات النهار، بحيث أنه يمكنك إيجاده في المنازل وحتى في السيارات. لا ندري كيف سيتفاعل من يخاف من العناكب مع هذا الخبر. رقم 6، المامبا السوداء. لابد أنك سمعت بهذا الاسم من قبل لأنه مشهور جدا، فقد قام المخرج كوينتين تارانتينو بإعطائه اسما سريا للشخصية الرئيسية في فيلم أوكتول بيل. هذه الأفعى معروفة أيضا بأنها الأشرس من بين الأفاعي على الإطلاق، فكما تعلم يقول الخبراء عادة إنه لدى رؤيتك أفعى ابتعد عنها بأبطأ سرعة ممكنة، وإلا اعتبرتك تهديدا لحياتها وهجمتك، وهذا على الأرجح آخر ما قد ترغب بحدوثه. يختلف الأمر بالنسبة للمامبا السوداء، فهي تهاجمك حتى وإن لم تزعجها، ويعتقد البعض بأنها ربما تستمتع بذلك. على كل حال، إن لدغت المامبا السوداء شخصا ما ولم يحصل على مضاد للسم ما بين 30 و 50 دقيقة سوف يلقى حتفة. يوقف سم هذه الأفعى الجهاز العصبي ويسبب الشلل للضحية. رقم 5، ضفدع السهم السام. هذا الضفدع جميل الشكل ومن الصعب نكران ذلك، ولكن لا تدع هذا الجمال يخدعك، فهذا الضفدع ليس بحاجة لعضك كي يقوم بتسميمك، حيث أن سمه على جلده، وهكذا هي الحال في الطبيعة، فأكثر الأشياء تألقا هي أخطرها. لا تلمس أو حتى تقترب مما يبدو لك جذابا في البرية، وهذا يشمل ضفدع السهم السام. رقم 4، ذبابة تسيتسي. هذه الذبابة ليست سامة ولكنها خطيرة بطريقة مختلفة، لولا ذلك لما وضعناها في هذه اللائحة. بداية، تقوم بامتصاص الدم كما يفعل باقي البعوض، وهو أمر مقزز بحد ذاته، ولكن الأسوأ من ذلك هو أنها تنقل مرض النوم الإفريقي الذي يقتل حوالي 250 ألف شخص سنويا. رقم 3، أخطبوط الحلقات الزرقاء. هذا الأخطبوط ضئيل في الحجم، ولكنه كما أمكنك التوقع قاتل، فهو يقتل ضحيته بطريقة وحشية، حيث أنه يضخ السم في مجرى الدم عند لدغها ما يشلها في غضون بضع دقائق فقط، وهذا الشلل هو بالطبع ما يوقف حركة التنفس. والحل الوحيد لمساعدة الضحية في مثل هذه الحالات هو إجراء التنفس الاصطناعي واستمرار به لساعات عدة حتى يزول مفعول السم. رقم 2، تنين كومودو. هذه المخلوقات صيادة حقيقية، فهي تستطيع البقاء متخفية لمدة طويلة بانتظار الفريسة، وبعد أن تظهر الفريسة تلاحقها ثم تأكل حلقها أولا، وتنتظر حتى تنزف الفريسة إلى أن تموت. يعتبر البشر محظوظين لأن تنين الكومودو يعيش في أماكن لا يقطنون فيها، كما أنه لا يحتاج للأكل أحيانا كثيرة. في المرتبة الأولى، قنديل البحر الصندوقي. يأتي في المرتبة الثانية من أخطر المخلوقات على الأرض بعد الذبابة التي تنقل الملاريا، وبالطبع سمه يقتل بسرعة كبيرة تمنعك عن أي تصرف ممكن لتفادي موتك. لتبقى آمنا ننصحك بتجنب القناديل بجميع أنواعها عند السباحة في البحر أو المحيط.
قررنا عدم إخبارك ما يجب فعله عند تعرضك لهجمات كل نوع من فصائل هذه الحيوانات التي ذكرناها في مقالنا هذا لسبب وحيد، وهو أنه كل ما تحتاج لفعله هو الذهاب إلى المستشفى فورا. وحتى إن لم تعتقد أن ما هجمك يشكل تهديدا على صحتك، راجع الطبيب، فتوخي الحذر أفضل من الندم. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ليتعرفوا على هذه الأخطار. اضغط زر الإعجاب والاشتراك لتنضم إلى مجتمع جانب المشرق Bright Side.